عسلمة، مرحبا بكم، رجعت لكم كالعادة والعويد. أما المرة هذية من بلاد العولة والجرة والهريسة، أنا في نيبل، بلاد الفن والفخار، بلاد الفلاحة وصنايع الأحرار. باش نعمل بكم دورة ونكتشف من بعضنا حاجات جديدة. نيبل المعروفة برشا بالماكلة الموزوزة المحرحرة البنينة، كيما كسكسي عصبين شيح، كيما قليت صباح العيد، وكيما عجة مايو. أما أنا جاية اليوم نحب نذوق ماكلة عمري ما سمعت بها، اللي هي عصيدة بالشكشوك، وين باش نتعلموا كيفاش نطيبوها في ميزون دو دار الرباط الموجودة اكزاكتومون في رباط نيبل. دونك قبل هذا الكل لازمنا نعملوا دورتنا. أول ما شدني في نيبل البرقدين والياسمين اللي تلقاهم في أغلب شوارعها، وزنيقيها بقلولها الدايرة السايرة على حيوتها. خلي عادة كصلاة المشوية وكعبية الحوت الفرشكين من بحرها. نيبل معروفة بالفخار والزخرفة والصنايعية اللي يتقنوا خدمتهم ويزيدوها من روحهم. صنايعية مش كاين في الفخار، أما زيدة في الحسيرة ونجرة العتيقة والفوسي فوسي. ما نحكي لكمش قداش تفرهت في نيبل وعمل جو، وزادت جيت مدام فاليري مولاة الميزان دو دار الرباط اللي هي مرأة فرنسية الأصل، قررت إنها تكمل تعيش حياتها في مدينة نيبل اللي لقات فيها الجمال والراحة، واللي بطول المدة ولا عندها معرفة بأدق تفاصيل الولاية التاريخية الجغرافية والاقتصادية وحتى العادات والتقاليد. بعد ما كملنا دورتنا وقيت نهزكم معايا ونكتشفوا الميزان دور. أول حاجة ريتها الباب المعمول على الطريقة التقليدية واللي يتسمى باب بالخوخة، أما كدخلت عرضني البيسين والسبحة المعلقة اللي زادت فيه الشطر أعطاوا للدار لمسة عصرية مميزة.
ايوه بسم الله. عسلامة، شنو حوالك لاباس؟ باهي. شنو نعملوا اليوم عسيدة؟ شنو ناخذ طماطم سيكا؟ نستحقوا قداش من حكا؟ حكا يزي سافا، حكا سيكا. باهي ونحب ناخذوا الكبيرة. هي زيد واحدة أخرى. خاطر قد ما تزيد من الطماطم باقي. أوكي باهي. وش ناخذ هريسة؟ هريسة. سيكا معطيني كبيرة سيكا مزيدة. باهي وش ناخو زيت؟ زيت زيتونة ولا زيت؟ زيت زيتونة وزيت قطانية. هذايا زيت زيتونة. وهذا زيت قطانية. باهي. نحطو في القفة. باهي واعطيني شنو ناخو هريسة عربي زادة. حاجة باهية. عندها كل شيء. مريك. احنا كل شيء ديري في نابل عندنا. سيرتو الهريسة. هريسة والفحات كل شيء. نشوفو. في حفاوة وحا نبليه 100% هكا كل شيء ديري عنا. زيدني شوية مريك وش خوي سيك ودنا شيح الكيوي شيحة بي واعطيني شوية فاريون زيدة خلطك شوية اي خلط لي شوية زيتون اكحل فلفل باش نعديو هاي هاي حطي شوية فلفل ترابلسي فلفل ترابلسي شوية ليمون فلفل بر العبيد نحن نقولولو حتى احنا نقولو بر عبيد شوية ليمون زيدا مريقل سافا يعيشك كثر خيرك كهو ندير مالبو كهو مريق كهو هذا شنو يستحقوا احنا ناخذوا البصل والخضره تو شويه بصل قداش لله ها وكنت حب توزن اي واش هكا ثم الحليل والبسيسة كل شيء ثم كل شيء كل شيء سردينة ملحة كل شيء والزهر الجديد نتاع السنان اي 21 باهي لله كثرهم علي عايشك اي حق الفلفل الشايح زيدا مش ناخو ريت كيفاش فكرتها في الفلفل الشايح فلفل شايح انا اللي فكرتها في الفلفل الشايح ولينا ما نعرفش نطيبها الميكله هذيا ما تجيش لعسيدا ما غير فلفل شايح لا ما جاش قدامي خاطر فلفل شايح ريت ما اش نعملوها احنا نورمال اعطيني شويه فلفل شايح حاجه باهيه حتى باش نقليه بزاوج انا من بعد باش تقليه لا نسيت من الاخر الطويل باهي اوكي فما واحد نتاع قليل وفما واحد لا 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 ما نحبوش حاجه حاره احنا ما نحبوش الحار لا الحار تاع الحار الحار برشا لا بون نبل معروفه بال ناكلوا برشا حار بالحار سافا يزي ميرسي عيشك الفلفل الشايح دونك اوتوماتيكمون احنا في بلاش فلفل شايح ما تقوليش عصيدة جي حولة عاشق قداش نزيد 2500 رجعتك هاي يعطيك الصحة عاشق هاي ربي يعينك سلامة بارك الله فيكم سلامة شنو آخر نحن تو
نعرف كيفاش تطيبها العصيده بالشكشوكة. للموني توا هنا جي وقايت الماكله والتمخميخ. اول حاجه نستحقوها للعصيده بالشكشوكه شنو لازمنا نعمل؟ بصل بصل هاي داكور. قديش لازمنا بصل؟ شويه نقصوها جويده هاي ترونشيت صغار. اونتر تون انا نجمش نعاملك في حاجه. باهي نقص انا البصل وبعد نعطيك عاوني قص لي الطماطم. باهي اوكي قص البصل. أول حاجة أنا نسيت مع الشعر قص البصل خاطرش نحطو يتقلى شوية تمريك هكاك. أوكي قديش قولي عاد؟ حط شوية خليها تتقلى شوية. نعاونك شوية؟ سافا عادة طماطم. باهي. بعد ما نقصوا الخضرة نتاعنا شنو نعملوا؟ هي نحط الطماطم وبعد باش نحط شوية هريسة وشوية طماطم. باهي. خليها تتقلى شوية. غسلناهاش احنا؟ تو نغسلها. تو نحطها في الصحن نغسلها. حطها لي هوني. باهي اوكي زيدك كم كم هنشوف البصل مريقل ولا هاي باش نغسلها حتى الماء يسخن شنو باش نعملوها حلوة ولا حارة؟ نعملوها حارة شو فلفلكم؟ حارة وبالهريسة العربي شو فلفلكم؟ أما ريحة الهريسة العربي فاوحة فاوحة ديري كل شيء ديري قرب الحق توا قلينا قليه شوية البصل توا باش نحطوا شوية هريسة باش نعملها لك حارة باش تكونش فلفلتني أي جوست على المطعم وبرا هي تجي بنينه خاطر بالهريسه هي راهي ماهيش باش تحط برشا شويه برشا هيك مش برشا بس نسي نحط اكثر من هكا سنة نحط لك شويه ماء ماء باش ما تحرقش الهريسه بسم الله نحط طماطم معاها خليها تتحلى الهريسه في الماء شويه حلها. وبعد نحط لها طماطم حلها شويه حلها اي حلها زلت مش تقعدش مكعبرة الهريسة فذا تحلق مع الماء أمورها مريقلة حط هوني كانت تحب المغرفة تتقلى شوية ونحط الطماطم مريقل القاس بديت الريحه تطلع بديت الريحه بديت الريحه تطلع البصل يتقلى مع الهريسه العربي وفيوحه على الاخر سي سيغ الريحه تطلع ريحه بنينه برشا به نستناوها تتقلى شويه باش نحطوا الطماطم احنا العصيده هذه نعملوا فيها قداش من عم قد ما تحب انت الكونتيتي قداش تحب احنا على معناتها احنا اللي باش نطيبوها اليوم قداش من عم نتاع ستة سبعة من الناس تبع ستة سبعة من الناس قد ما تحب تحط باش نحط تو شوية طماطم هيك نغسلها هذي طماطم مش بعد نستحقوا هيش هذي الفلفل أما مغرفة مغرفة مغرفتي هنا هي هاي مريق مريق استنى نزيد نصب لك الماء خلي عليك هاي تعلم طيب بهلو تو انت هذيك اللي هي نحط نغسل فلفل شايح اسمع يظهرلي لازمها شويه ماء اخر زيدها زيدها
برشا زريعه برشا زريعه لا لا مش حار برشا تقعد منها شاي الزريعه هذيك بال نحب الماء تنحى ما تقعدش على ذيك باش نقص انا نطفي نغطيها غطيها عندي ريفلكس كمان سلك امورك سلك اموري هذا صافا باش يتقص توا لا ما يتقصش يقعد هكا بالحق على طوله يقعد ايه ماشي فيها تراب ولا حاجه شوفوا الصوص قاعده تقلى ولا باش بعد قداش يحب لها وقت توا باش تحضر تحضر باش ما زالش نحط لها الفلفل اي مازال العظم قبل الفلفل نحط لها العظم مينا خليها تتقلى بالكدا بالكدا بعد نحط لها كل عجه يعني كل عجه كل عجه كل عجه بعد نحط باش نقليه بعد الفلفل زيد شويه نقلي الفلفل نخلي اخر حاجه نعمل فارينه باش تقعد تسخن طيبوا عصيده 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 بشكشوكه باش بعد نحضر نحط نقلي اما سمعت عليها هي بنينه على الاخر تعرف اللي نقول ايوه ذوق باش نذوق عصيده بالشكشوكه يقول لي ذوق وشوف البنه معناها هذه خليه هوني خلي اخر حاجه هذه بعد كان تحب قصولي انت بعد قصت لك ما كيفاش تحب دور 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 هات عليك نحط نبدا نقلي الفلفل برونزيلا برونزيلا نحيو الزريعه هذا الملح صب شويه على الفلفل اللي ما ياكلوش الحار معناه نجمو نعملوها كمام اما ما نجم تعملها هريسه مش حاره مش حاره فوالا نحطوا كل الطماطم نحطوا منها الفلفل خلي اخر حاجه خاطر ما نطيبوش برشا خليه نص طياب باهي اوكي هاي مش نحطوا لك على جنب اخر حاجه بعد ما نحط العظم اوكي طفي الغاز باش ترجع ليه سخانه يبدا بنين اوكي نعملوها نرتاحوا منها معقول نقصوا على رواحنا احنا ما حاتينيش هريسه حاتينا هريسه عربي حاتينا هريسه عربي نسأل اللي يحب اكثر حار نجم نحط برشا تنجم تعملها بالهريسه العربي ولا هريسه سوري ولا اصلا طيب مش هريسه عربي تنجم هريسه سوري فما عباد ما يحبوش هريسه العربي يعملوا هريسه سوري تعمل هريسه سيكا مش حار وباهيه اوكي اوكي هكا هاو توا احنا باش نقعدوا نستناو حتى الوحده تطيب طيب هذه طماطم شويه ونحط العرب باهي نجم نخليك شويه ونرجع لك مريك باهي اوكي للعصيده بشكشوكه لسته اشخاص نستحق كيلو فرينه حكه طماطم سيكام فلفل شيح شويه طماطم شويه فلفل شويه بصل حر عظم زيت وهريسه عربي انا جيت هيا مرحبا بيك هيا وين وصلت توا ساي طابت الصوص طابت الصوص ديجا ريجل ساي شنو باش نعملو توا باش نحطو العظم وبعد انت مهمتك تحط الفلفل باش نحطو العظم قداش من كعبه باش نحط حرق بارك الله حنا عيلة حار عظم ونخلطوهم ونخليهم لا لا خليهم باش يقعد منظر مزيان اوكي توا باش نحطوا الطنجره الكبيره باش نعملوا العصيده البيضه نحلوا الفرينه توا باش نصب الماء داكور هي ماش حاشنا بيها شنو توا باش نحلوا الفرينه نحط الماء ساعه باهي مدي الفرينه نحط بشويه بشويه اصبر نصب الماء هذه البول هذه او شو نحط ونشوف خاطر نحطها بشويه بشويه لحظه لحظه باش نحط شويه ملح اها ولا الملح بعدين حطي شويه رشه اي رشه صغيره هاي حطها والفرينه بشويه بشويه ونحلوها باش ما تكعبرناش من بعد باهي ما لقينا نحط الفرينه وانت اجى حل هاي حط كان مد مغرفه كبيره اي بس يا بو امريكا
ما تكعبرش بشوي. اي تحط سيمو امريك زمان تبعوها بشوي بشوي باش ما تلصقناش. عاد اسمك تاوا ما تشد الجمله دي خدمه صعيبه تنجم روحك. هو انا الحقيقه خليها لك في الاخر ما نحبش الريسك عملتها. كيما ما تقول لي هاكا انا نعمل لك الحاجه، انا نعمل لك الحاجه وانت تيجي في الاخر قلت لهم نقول لهم ساي انا عملتها. اذا عندنا ضيف ولا حاجه هي تطيب وتقول بنتي عملتها. سلكي لك بنتي وحدها. بديت تعطي لون ديجا. هي تشد روحها بشوي بشوي. قلت لك شكيلي كريمه عمل جوست بس على بالك باش ما تشدش وكاهو تتهلك. اذا شدت تهلكت. نزلت نزلت بلا شويه وقتك هورا. كيما الكريم بلانش صوص بلانش. صوص بلانش اي صوص بلانش عاد فيسع فيسع مش كيما هكا تحقات خاص شد روح بالكريم. نخليوه هذيك هذه نعطيو بيه. هاي هاي والبلام تي انا حذر صحه وبشفي ان شاء الله تعجبكم. ايا توا وقت الذويقه. توا جاي وقت الرسمي والصحيح. الذويقه نتاع العصيده بالشكشوكه. ساعه اول حاجه انت تاكلها العصيده بالشكشوكه؟ اي ناكلها. وتاكلوها برشا في عاديتكم؟ اي ناكلوها خاصه كي تلموا مع بعض. داكوغ. ما تعلم ما هي تعبي لك عافيه تعبي لي. تتاكل بالمغرفه؟ بالمغرفه هاي مه لازمنا مغرفة كبيرة ما مسيرش سيبا أمريكا. لاني حتى هكيكا سافا نعبيلك بشوية بشوية خليني ندوق ساعة شوية شوية ومن بعد نزيد. حط لك شوية فلفل ميرو هيت نعبيلك هيت ماما هيت مغرفتك. بسم الله إن شاء الله ما تطلعش حارة خاطرك أنت هاربة من الحار. سيبا أمريكا انا هاربه من الحرم مش حرام. ميرينا واش حط لك ماما شويه فلفل. هيا ماما الحقيقه نتاع ربي نقول لك سر. ها كنت خايفه منها اذا تطلع حاره. ليه لا تطلع مش بنينه. يا اخي حصلت. يا اخي طلعت بنينه. هيا بيه كول كول ماما صحه وش في ليكم. صحه ليكم لولو. لقى توسع جد باش تاكل معانا زيده دونك يعطيك الصحة في هالماكلة البنينة. صحة وبشفاء. عادي وكعبة الزيتون. هذيك الأولانية اللي باش تعدي بها. سينو ما تجيش بنينة. تتوجع.
انتم علاش تعملوها في الافراح والعادات نتاعكم؟ هي نتاع لما راهو تعلم ما تعلم، فما اللي قلت لك يعملها حاره وفما اللي يعملها حلوه، كل حد كيفاش. اما الاكثريه يعملوها حاره، والصوص هو قلت لك انت واش تحب باش تعملها الصوص. معناتها واحد ينجم يعمل شكشوكه في الدار، طيب عصيده بيضه وتولي عندكم عصيده بالشكشوكه نبليه، واللي ما يحبش الحار ينجم يعمل غير حاره وتجيب لينه. هاي اللي تيجي هنا. اوكي يعطيك الصحة فهالميكلة البنينة برشا من يدايتك. ميرسي بوكو. عايشك صحة. وانت صحة ميرين، عجبتك ولا مستانسة بيها؟ مستانسة بيها والله. ماماتك ديما طيب لك حاجات بنينة هكا. صحة ليك. دونك حابين نقول لي أنا فرحانة برشا اللي جيت نيبل، إي سيغتو كليت من البلاد تخاديسيونيل نتاعهم. بالحق حاجة شفتها اللي هي غريبة من الأول، أما طلعت فريمون حاجة ياسر بنينة. دونك نخليكم نكمل صحن في ساعة ونتمتع بها القاعدة الحلوة في الميزون دوت دار الرباط كيما قاعدين نشوفوا. وعلى بروشين.